السلام عليكم جميعا، اسمي نواف النفيعي. ودي أتكلم عن نقطة، كيف إن إحنا نستغل هالفترة هذه اللي قاعدين نمر فيها إن شاء الله، واللي الله يعديها على خير، بحيث إنه we could create a stronger HR by overcoming this crisis إن شاء الله. بنبدأ أوليا، بنعمل introduction. اليوم ممارسي الموارد البشرية قاعدين يواجهون تحديات كبيرة بسبب الأوتبريك للكوفيد 19. واضح من هالشيء اللي صاير هاليوم أنه صعب جدا وفي تحديات كثيرة أمامنا. فمن أحد الأهميات والأولويات لنا إحنا كممارسين موارد بشرية أن نقوم بحماية موظفينا وناسنا اللي بشركتنا وكذلك البزنس تبعنا. وهالشيء بيتطلب أشياء كثيرة لازم إحنا نقوم فيها. هالأشياء هذه مثلاً إن لازم يكون عندنا fast action، تمام، اللي هو عندنا ردة فعل سريعة لكل المتغيرات، وبرضه نكون إحنا متحدين، يعني ما يكون في أي اختلاف ما بيننا على أساس إنه تكون جهودنا واضحة ومكتملة. هالشيء هذا كله بيساعدنا ان تو مينتين الكومبتيتيف ادفانتج حقتنا. والاور رول تو بي كلاسيفايد على 3 مين كاتيجوري. الاول اهتمام بصحه الموظفين وحمايتهم. الشيء الثاني التاكد من استمراريه الاعمال وتشغيل العمليات الخاص بجهات عملنا. الشيء الثالث اللي هو مساعدة امتصاص الأثر السلبي المالي. طبعا جزء الـ HR ممكن يساعد بامتصاص الأثر السلبي المالي، ولكن ليس بشكل عام، ولكن لا سيما فيما يتعلق بالمان باور وكل ما يتعلق بالقوى العاملة. طبعا احنا نتكلم بشكل أولي من منظور ان هناك ثلاث مراحل to address this as a human resources practitioner. الأول اللي هو ما قبل هالجائحة، والثاني خلالها، وثالثا بعد ما تمر. طبعا بشكل عام هالشيء لازم يكون بالتوافق مع خطة استمرارية الأعمال اللي هو البزنس كونتينيوتي الخاصة بالشركة أو القطاع اللي أنت تعمل فيه. وإذا ما كان موجود أعتقد أنه ضروري جدا يكون موجود، يعني إذا تعلمنا شيء من خلال هالأيام والفترات هذه تعلمنا أنه لازم يكون عندنا مثل هذه الخطط. نجي نتكلم على مبدئيا، إحنا لازم نقوم بعمليات تختص بالتحليل. نقوم بتحليل Key Business Operation اللي لها High Impact، يعني نشوف إيش العمليات اللي لها تأثير كبير على أعمالنا بشكل يومي أو غيره، أو الإنتاجية بشكل عام. كذلك تحليل الأعمال اللي قد تتطلب face-to-face interaction، تتطلب العمل وجها لوجه، وإيش الأعمال اللي عندنا كذلك نتعرف عليها اللي ممكن تدار من المنزل. وكذلك لازم نتعرف على المهارات الأساسية اللي تمكننا من تقديم أو إنجاز المهام الأساسية المهمة بالنسبة لعملنا. وكذلك نقوم بتحليل لاكتشاف الاعتماديات ما بين different business functions عندنا اليوم. أنا متأكد أنه في أكثر من اعتمادية ما بين كذا إدارة، ما بين كذا function، فلازم نعرف وين هذه الاعتماديات ونعرف كيف أن نحافظ عليها خلال هالجائحة. بعد ذلك we can identify tools اللي هي الأدوات اللي تحافظ على سير الأعمال عندنا اليوم. وبعد ذلك لازم نعمل على جزئية الأويرنس، تمام، لازم نحن نهتم في جانب الوعي لجميع الموظفين، نستهدف الموظفين الصغار وكذلك المدراء والقادة عندنا في منظمتنا. طبعا لازم خلال هالأويرنس أن نوضح للناس إيش هي الأعراض اللي ممكن تصاحب هذه الجائحة، وكذلك يكون عندنا خطة للتواصل العادي حالة إن الأمور مشت بشكل اعتيادي وطبيعي وما في أي مشاكل. وكذلك لا قدر الله يكون في عندنا خطة جاهزة
على الاستعداد بحالة لو صار في أي ديزاستر أو كارثة حصلت عندنا، لا سمح الله صار في إصابة لأحد الموظفين إلى آخره. طبعا كل هالشيء بالتنسيق مع الجهات الرسمية. برضو لازم نحن نرفع الوعي عند جميع الموظفين ونعلمهم على جميع الوسائل التقنية اللي ممكن تمكنهم من العمل من المنزل أو تجنب التعرض إلى الفيروس. وكذلك لازم أن نعمل communication للريموت ورك policies. أنا أعرف أن ممكن الأغلبية ما يكون عندهم حالياً remote working policies، يعني بعض الناس ما كانوا مستعدين لهالشيء، فأعتقد أنه من المناسب الآن أنه نقوم بعمل remote working policies أو at least a protocol or a governance framework على أساس ما يكون في أي اختلاف أو تصور آخر عن طبيعة العمل من المنزل. طبعاً كل communication لازم يكون trigger لا other activities. إذا كان عندي communication طبيعي في activities معينة لازم تتم، وكذلك إذا في communication تبع disaster أو الكارثة لا قدر الله إن يكون في activities أخرى تمشي بما يتماشى معها. بعد ذلك الدور الثالث عندنا اللي هو موضوع الحماية. ممكن نحن نقوم، يعني طبعا هذه كلها وسائل يعني تخفف من الأثر ولا تحمي يعني إلا بإذن الله، أن نوزع معقمات على جميع المناطق الخاصة بالعمل، وكذلك نقوم بتعقيم دوري للمكاتب والمناطق العمل جميعها سواء اللي فيها عملاء أو حتى الداخلية أيضا. وبعد كذلك أن نقوم بمسح الأعراض ودرجة الحرارة عند مداخل هالمباني على أساس نتأكد أنه ما في أحد عنده هالأعراض. وكذلك يجب أن يكون إيقاف جميع الإجازات الخارجية ورحلات العمل والتدريب الخارجي، أو حتى محاولة تقليل منها في حالة أنه إذا أنت ما تقدر توقفها لغرض يعني حاجة مهمة للعمل. وكذلك التأكد من جميع الموظفين اللي قاموا بالسفر في وقت أخير أنك ترسلهم إلى منازلهم، وكذلك أنه تأكد من عزلهم عن الموظفين بحيث لا سمح الله لو كان في عندهم أي أعراض تظهر خلال الفترة المحددة. في بعض القطاعات يكون عندهم shared transportation، يكون في عندهم باصات أو وسائل نقل مشاركة، أنا أنصح بإيقافها فورا. وكذلك إيقاف جميع الاجتماعات واستغلال التقنية بدالها بحيث ما تكون أفضل، بحيث ما تقليل فرصة العدوى لا قدر الله. وكذلك إغلاق جميع مناطق التدخين لأنها بتكون فرصة لانتقال العدوى لا قدر الله. بعد ذلك عندنا الجزئية الأخيرة واللي هي أهم شيء تقريبا، الـ testing and implementing. أول شيء لازم نعمل tabletop exercise، نجمع جميع الليدرز والقادة المؤسسة والناس ذوي الشأن سواء من الـ safety and security، شؤون الدعم إلى آخره، ويتم مناقشة كل initiatives هذه ويأخذ كل واحد ما عنده من الملاحظات. بالإضافة أنه ممكن نقوم بعمل محاكاة لكل business function خلال أيام محددة على أساس نتمكن من معرفة إيش المشاكل اللي ممكن تواجهنا خلال تطبيق هالشيء أو الممارسات اللي قررناها حالياً إذا فيها أي إشكاليات ونصححها بشكل سريع. كذلك خلال العملية هذه نقوم بمراجعة مستمرة والتطوير المستمر لكل ما نراه أو نعمل عليه، وكذلك نستمع إلى الملاحظات، وبرضو أن نكون على اطلاع مع كل الـ health authorities أي مستجدات، وكذلك إذا كان في أي احتياج من ناحية الالتزام مع توجيهات الجهات المسؤولة. كذلك نستمع لو كان في أحد عنده feedback من جميع stakeholders والليدرز في المنظمة. بعد ذلك نجي على جزئية اللي هي بتكون من خلال هالشيء حمان الله وإياكم. طبعا عندنا أول جزئية نحتاج نركز عليها
اللي هي جزئية الإنتاجية. طبعا يجب أن نركز على الإنتاجية ووسائل قياسها، وكذلك نقدم للموظفين حلول مبتكرة على أساس موضوع مساعدتهم على تنظيم عملهم وقياس الإنتاجية. يعني مثلا على سبيل المثال الديلي تاسك ريكورد، يكون عندنا تسجيل يومي للمهام التي يقوم بها العاملين للتأكد أنهم يقومون بمهامهم ويستغلون وقتهم بشكل أمثل. كذلك استغلال التقنية لتخطيط العمل، يعني مثلا على سبيل المثال يعني في برامج كثيرة للتخطيط من ضمنها تريلو، من ضمنها التودو ليست إلى آخره، وكذلك مراجعة التقارير بشكل نبغى نقول شكل شبه دوري أو يكون أكثر من العادة للتأكد أنه جميع الأعمال تتم بشكل إيجابي وما فيها أي تقصير. والجزئية اللي بعدها هي عندنا على المان باور. طبعاً بطبيعة الحال يعتمد على كل قطاع وتأثره، لكن ينصح بإيقاف جميع عمليات التوظيف للقطاع المتأثر، وكذلك السماح بالتوظيف للوظائف الكريتيكال أو الحساسة أو اللي تأثر على سير العمل. وكذلك بعض الجهات قد تقترح أنه في هيد كاونت ريدكشن، ولعل إن شاء الله ما نصل إلى هالمرحلة، ولكن كل شيء يجب أن يتم تطبيقه as per regulation. نجي على الجزئية الأخيرة وهي البنفيت، على أساس أن احنا نتأكد من عدم التأثير السلبي ماليا في القطاع، لا سيما في القطاعات المتأثرة. ربما أن نقوم بتأجيل زيادات الرواتب وكذلك الترقيات إذا كان بمقدورنا هالشيء، وكذلك مراجعة الألاونس سكيما. خلال الفترة هذه قد يكون هناك بعض الألاونس أو المميزات إحنا قد ما نحتاجها الآن. على سبيل المثال طبعا اللي هو موضوع اشتراكات الأندية الرياضية بحكم أنها موقف حاليا، وكذلك ممكن إعادة النظر في transportation allowance إذا كان في هناك العمل من المنزل، وكذلك travel tickets حاليا قد لا يحتاج الناس السفر، كذلك بعض subscription اللي ما يحتاجونها خلال العمل بالمنزل، كذلك المنح الدراسية أو class training لأنه حاليا برضو موقفة عمليات التدريب مع جميع المعاهد. بعد ذلك نجي على جزئية ما بعدها، إن شاء الله نتوقع أنه تزول هالغمة إن شاء الله عما قريب. طبعا في جزئية مهمة جدا اللي هي Employee Reintegration. طبعا هالشيء هذا لازم ما ينسينا في حالة الرجوع إلى العمل إن شاء الله، أنه نواصل على جزئية الحماية ونتأكد كذلك من العمل جميع السبل اللي تقلل من أثر انتقال العدوى بالتنسيق مع الجهات الرسمية طبعا. وبعدين نرجع لجزئية الريانتجريشن. طبعا بعد ما تمر هذه الجائحة بمشيئة الله طبعا سيكون هناك تحديات، التحديات هذه للأسف ما راح تروح مع نفسها كلها، لكن تحتاج تركيز من الHR practitioner. طبعا لازم هم يكونون proactive على أساس يكونون بشكل متقدم على هذا الكيرف، ويقدرون أنهم هم يقدمون سواء اقتراحات أو مبادرات تقلل من الأثر وتساعد الامبلوي على الريانتجريشن بشكل سريع. طبعاً الـ HR Practitioner يحتاجون يراجعون ويقيمون كذلك الأثر على المنظمة، على المنظمة وكذلك على الـ Individual Level، وكذلك زي ما ذكرنا قبل شوي اقتراح بعض الأشياء اللي هو ممكن يشوفها مناسبة. بعد ذلك ممكن الـ HR تحصل له فرصة فعلياً أنه يقدر يقدم اقتراحات جديدة. تمام، ممكن في أشياء كثيرة الحين بدأ يفكرون فيها أنه مو كل الموظفين يحتاجون العمل من المكتب. يعني إذا تعلمنا خلال شيء من هالجائحة تعلمنا أنه الأغلبية أو العدد كبير ممكن يعملون من المنزل، فهذا شيء to be considered من الـ HR practitioner. كذلك ممكن to consider new practices، يعني ممكن بعض الـ practices تكون قد انتهت لأي سبب كان بعد هذه الجائحة. كذلك الـ HR عنده فرصة ذهبية أنه يقوم بعمل
استراتيجي خلال هذه الفترة، تمام، وبحيث أنه يستغل دوره خلال هالفترة أنه يقدم اقتراحات ويساهم بشكل إيجابي لتقدم المنظمة ولنمائها في أي إطار كان. إذا تسمحون لي يعني أنا ممكن أقدم لكم فكرة بس عن تجربة ثقة المميزة في هالمجال، وأكيد أنه كثير من الشركات عندها تجربة مميزة كذلك. طبعاً من الأشياء المميزة جداً أنه شركة ثقة قامت بتقديم مبادرة العمل من المنزل منذ العام 2018، فيأخذ بالحسبان أنه كان عندنا هالشيء موجود ومتاح من قبل فترة طويلة جداً، فكان جزئية الانتقال للعمل إلى المنزل كانت أسهل كثير من لو ما كان عندنا هالشيء. كذلك جزء من حمايتنا واهتمامنا بموظفينا أنه عملنا فحص دوري للموظفين خلال ساعات العمل لأعراض الكوفيد-19. كان هناك تنسيق مع أحد المراكز الطبية وصار فحص إلزامي على جميع الموظفين، وكذلك صار في تعقيم على جميع وحدات المبنى والمكاتب والمداخل والمخارج كذلك بشكل دوري. كذلك تم عزل جميع الموظفين اللي صار عندهم سفر خلال الفترة الأخيرة لجميع الدول التي عندها نسبة إصابة عالية، بالإضافة إلى تم تقليل الاجتماعات بشكل جذري، وكذلك إيقاف البزنس ترافل، وكذلك التدريب والإجازات السنوية لمن تنطبق عليه الشروط. وشيء جميل جدا انه كان في positive communication plan with employees، يعني كان في توفير جميع المعلومات خلال هالأزمة، كان في رسائل شبه يومية للموظفين، وكذلك في رسائل فيديو من الليدرشيب انه يدعمهم خلال هالفترة واللي صاير هذا فترة مؤقتة، ورسائل إيجابية، وكذلك توضيح للموظفين انه ايش الاشياء اللي ممكن يسألون عنها، منها الورك بروتوكول، الورك فروم هوم عفوا بروتوكول، والاشياء اللي ممكن يسألونها، وكذلك توفير ممكن نقدر نسميها توعية على الادوات اللي ممكن انت تستخدمها من المنزل، سواء لتخطيط عملك والقيام بعملك بشكل اسهل من المنزل. وبعد ذلك اخر خطوة صار في تركيز على الاي ليرنينج، بحيث انه تم تحويل اغلب التريننج كاليندر الى الاي ليرنينج، بالإضافة إلى كورسات مجانية عامة تم تقديمها للموظفين خلال هذه الفترة. طبعاً زي حالتنا من أي شيء، هناك طبعاً دروس تم تعلمها خلال هذه الجائحة. من أهم الدروس أنه الريموت ورك أرينجمنت إز إمبورتنت. لاحظنا أنه الشركات اللي استثمرت في العمل عن بعد أو العمل من المنزل صار لها أكثر فائدة من هالشيء، وصار لها عملية انتقال سلسة جدا إلى العمل إلى المنزل. وبعد ذلك يعني اكتشفنا أنه personal safety and health هي foundation لأني organization، حتى لو كانت هي ثانية وثالث أولويات هي الآن أصبحت الأولويات لهم. اكتشفنا كذلك أنه أهمية الكوميونيكيشن والاهتمام والاستماع والتعاطف مع الموظفين كذلك من أهم الأولويات خلال هذه الجائحة، وأهمية أنظمة العمل والأوتوميشن هي مهمة جدا للجميع. فاللي اكتشفناه أنه ساعدنا كثير في العملية اللي هو سيلف سيرفيس تبع الهيومن ريسورسز، الخدمات اللي كان معمول عليها أوتوميشن يعني ما واجهنا فيها أي مشاكل لأن الردي إحنا شغالين عليها من قبل الحمد لله. كذلك الـ Decentralized Authority أو الإدارة الغير مركزية كانت أفضل وساعدتنا كثير خلال الانتقال. طبعا اكتشفنا خلال الجائحة هذه أنه بإمكانك العمل بالأقل بشيء القليل، يعني استغلال بكل شيء عندك أن تقوم فيه، وكذلك يجب أن تتحرك بسرعة والعمل الجماعي، وكذلك التقارير اللحظية كان لها تأثير جدا عالي على الأعمال، والتخطيط إلى استمرارية العمل جدا جدا مهمة. وطبعا كلنا اكتشفنا أنه في هناك أحداث كما يسمونها Black Swans تحدث مو بالضروري أنت تكون خطط لها أو within your risk mitigation plan.
واخر شيء smart and fast leadership matters more than ever، يعني اهميه القياده خلال هذه الفتره وسرعه اتخاذهم القرارات وتوجيهاتهم الحاسمه كان لها اثر ايجابي اكثر من اي شيء ثاني. طبعا حاولت اني ما اطول كثير عليكم في هذا العرض، الان اعرض عليكم الريفرنسز والماتيريالز اللي ساعدتني في جمع هذه الماده، وحاولت قدر الامكان نخلص الوقت مبكر شوي على اساس نتفرغ لاسئلتكم ونجاوب عليها. شكرا لك سيد نواف، صراحه كانت معلومات مفيده وقيمه، واحنا ان شاء الله راح ناخذ البرزنتيشن وتشيرت مع المشاركين. بما في الوقت المتبقي عندنا بعض الاسئله اللي حابين نعرضها عليك، فكان في السؤال الاول: Do you expect a sudden spike in hiring after this period since some companies downsized or limited hiring؟ والله قد يكون هناك sudden spike، لكن الأغلبية حتى بعض المؤسسات اللي صار عندها احتياج وإلى آخره أعتقد أنهم يتريثون الآن they're still holding and observing على هالجزئية لحد ما يتأكدون إيش اللي صاير، إيش ممكن إيش التوجه للفيروس، هل ممكن يصير ارتفاع في الحالات، هل ممكن يكون في الأثر اقتصادي أكثر مما هو عليه. ومتى بتتوقع أن ترجع الأمور مثل قبل إن شاء الله؟ والله أنا صراحة هذا أترك السؤال للمختصين في الصحة، لكن كلنا متأملين إن شاء الله أنه الأمور تتحسن عما قريب بإذن الله. إن شاء الله قريبا. في سؤال ثاني: هل صحيح أن العمل من المنزل يقلل من إبداع الموظفين؟ ما أعتقد، ربما أنه بعض الموظفين اللي يتأثر بالعمل الجماعي وبيئة العمل وأنه يكون موجود دائما أكيد ممكن يتأثر شوي، لكن في العمل من المنزل بعض الناس قد يراها فرصة، وأنا شخصيا شفتها مع الموظفين عندي في الإدارة وبعض الزملاء حسيت فيه أكثر من إبداع. سألتهم سؤال فقال أنه صار التركيز عندي أعلى، الآن أعمل من المنزل، ما في أي مقاطعات، ما في أي مكالمات كثيرة تجيني، ما في أي استفسارات، ناس تجيني المكتب تسأل عني، فأعتقد أن السؤال هذا ممكن يكون أكثر من منظور. تمام. في سؤال ثاني: Do you recommend surveying employees to measure their satisfaction in regards to how their organization handled the crisis period؟ عفوا ممكن السؤال مرة ثانية؟ ولا يهمك. Do you recommend surveying employees to measure their satisfaction in regards to how their organizations handled the crisis period؟ أقرأ السؤال، أنا ما شفت لأنه طلع عندي فوق هو شوية فلخبط علي. فأنا والله yes I strongly support that, but however it should give you an indicator for this period only. You should not take it as a comparison with the trends or surveys from something before, as this will help you يعني realize key development areas or value propositions that you can introduce during this period. في السؤال اللي بعديه: هل تقاس الإنتاجية ضمن الظروف الحالية بنفس الطرق المتبعة قبل جائحة الكورونا؟ ما أعتقد، لأنه كل قطاع له طريقة لقياس الإنتاجية، فأنا حاليا يعني حتى لو كان في قياس أعتقد المعلومات ما حتكون ساعدت كثير، بس أعتقد أنه بالإمكان أخذ بعض المؤشرات عليها مثل عملية التقارير اليومية، المهام اليومية، على أساس تساعدك على إدارة العمل وتأكد أن هناك حد أدنى من الالتزام بالمهام اليومية يتم إنجازها. تمام. في سؤال ثاني: After stopping training courses, were you able to locate and offer alternative options to keep learning and professional development going for all employees? Yes, as a matter of fact, I just explained it, that there are some e-learning initiatives that you could do. Also, for training centers as well, most of training centers or all of them stopped their class training. So they switched immediately into video class training. So there is a lot of opportunities. And I've heard that some of the famous learning platforms that also offered some of their courses free of charge. So it's even better now, it's less costly than regular courses,
And if you're wondering about coaching, you could do it also through phone. في سؤال بخصوص الكوميونيكيشن between departments, what were the negative effects of the current pandemic on the communication between departments? هل حسيت انه في كان negative effects عليها؟ Yes, definitely yes. لانه في كثير من طبيعتنا احنا العمل هنا صار في ناس انه ممكن يقومون بالذهاب لادارات ويتكلمون معهم يعملون اجتماعات بشكل سريع. لكن حاليا ممكن الواحد يتأثر الانتاجية انه صار في التواصل محدود, انه صار عن طريق بس وسائل التواصل اذا عن طريق التليفون او عن طريق التيمز او اي برنامج معتمد عندكم, فممكن تتأثر التواصل مؤقتا لحد ما يتأقلم الجميع على وسائل التواصل. وبالنسبة للإنتاجية في عندنا سؤال regarding remote work, how can you measure the productivity of the workforce? As I mentioned before, you could do some initiatives to try to measure it. You cannot measure it fully. You can do a daily task report to be submitted from your from the department members, and also you could try to have a daily planner to have a full plan for your department or your for your employee during the week. For instance, you could use Trello for this, and you could review what sort of tasks are completed within the daytime and how long it took them as well. في عندنا سؤال آخر بخصوص الوظائف الجديدة التي تم استحداثها لدى شركتكم خلال الفترة الحالية. هل في وظائف جديدة استحدثت خلال حاليا؟ يعني السؤال هذا ودي أوجه الأخوة في إدارة التوظيف ممكن يجاوبون أكثر عليه السؤال هذا بحكم أني أنا مختص بس بالتدريب والتطوير. نأخذ آخر سؤال. Are there any specific insights you can provide to companies who have just started remote work? وبكملوا عليه سؤال تاني. Are there any tools you recommend or on any daily strategies that need to be taken to keep the employees productive and motivated? Yes, definitely. Number one, I strongly recommend a daily communication between manager and his peer, between our team members and in the department. Now we are conducting almost daily 30 to 40 minutes meetings. نتأكد إيش اللي صاير, يصير في كوميونيكيشن ما بينهم. كذلك في أدوات كثيرة جدا أنا ممكن أنصحك فيها, من ضمنها اللي هو مايكروسوفت تيم, ممكن يساعدك أنك تنظم عملك والتواصل السريع مع موظفينك. بالإضافة إلى عندك برنامج اسمه تريلو, بإمكانك أن يكون عندك أكثر من بورد, الأكثر من بروجكت, بإمكانك أن تضيف تاسكات لكل موظف أو لكل project or task or assignment within your department. Definitely I would go back and re-emphasize على موضوع الcommunication ما بينك وما بين الموظفين. Since there is no face-to-face interaction, so we have to نعوض عنه بالphone conversation or voice conversation بشكل عام. أنا حاب أشكرك جدا سيد نواف لوجودك معنا اليوم, وحاب أشكر المشاركين في هذه الجلسة. إن شاء الله نضل جميعا سالمين, والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم. شكرا لك يا أخي العزيز, شكرا لجميع الحضور. شكرا.